وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أخوتي الكرام، يقول العلماء في قوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول، قال بعضهم وهدوا إلى القرآن، وقال بعضهم هي لا إله إلا الله، وقال بعضهم وهدوا إلى الطيب من القول في الخصومة، يعني حتى وأنت كما سيأتي إن شاء الله في الخصومة تهدى إلى الطيب من القول، هذه من صفاته. وقال بعضهم إنها لها عدة معاني في وهدوا إلى الطيب من القول، قيل لا إله إلا الله مرة أخرى، وقيل القرآن، وقيل هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد وردت آيات كثيرة في القرآن تؤكد هذا معنى وهدوا إلى الطيب من القول. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان الله مرة أخرى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. سبحان الله، ألسنا نريد ذلك؟ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أي أن قولكم القول السديد طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والقول السديد أيها الأخوة وهدوا إلى الطيب من القول هي الكلمة الطيبة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة، ويقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء. لماذا هذا الموضوع وفي هذا الوقت بالذات؟ لأن وهدوا إلى الطيب من القول من قمة الأخلاق. قيل لرجل كيف ست قومك؟ قال بالكلمة الطيبة. قال رجل فجلست عنده بعد أن قالها فقال ادعوا لي الخادم، وهو أمير وهو سيد قومه، قال إنه نائم، قال أطاب الله منامه دعوه. قال ادعوا لي فلان، قالوا إنه يأكل، قال دعوه هنيئا مريئا، فما قال كلمة سيئة. إذن الكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هي الأخلاق، لأننا نحتاج أيها الأخوة إلى الأخلاق وبخاصة في هذا الزمن. ويكفي في ذلك قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم.